أنا من ضمن مجموعة كلفنا بمهمة رسمية، وكانت هذه المهمة مؤقتة، واقتضت ظروف العمل الجمع والقصر أحيانا كثيرة، وقد مضى الآن علينا في هذه المهمة ما يقارب شهرا ونصف، ونحن مستمرين على حالتنا هذه، مع العلم أننا لا نعلم المدة التي سوف نمكثها في هذه المهمة، وأيضا لم نتمكن من أداء صلاة الجمعة طيلة هذه المدة، مع العلم أن العدد الذي يجب أن تقام به الصلاة كاف. أفيدونا، هل نعتبر في هذه المدة مسافرين وينطبق علينا حكم المسافر أم لا؟ وإذا بقينا مدة طويلة هل يجوز بقاؤنا على حالتنا هذه؟ أفيدونا في ذلك، جزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فالجواب أنه إذا كان قضاء هذه المهمة التي أشرت إليها خارج بلدكم مسافة تبلغ 80 كيلو فأكثر، وأنتم لا تعلمون متى تنتهي، ولم تنو إقامة أكثر من 4 أيام، فلا بأس أن تقصروا الصلاة عن رباعية إلى ركعتين. أما الجمع بين الصلاتين فلا ينبغي لكم، لأنكم لستم في حالة سير بل أنتم في حال استقرار، فلا ينبغي الجمع إلا لمن جد به السير. أما المسافر النازل فإنه يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، هذا هو السنة. أما صلاة الجمعة فلا تجب عليكم في هذه الحالة التي ذكرنا، إذا كنتم لا تدرون متى تنتهي مهمتكم ولم تنو إقامة أكثر من 4 أيام إنها لا تلزمكم صلاة الجمعة لأنكم مسافرون. لكن إذا أقيمت قريبا من محل عملكم في البلد فالأفضل أن تصلوا مع المسلمين ولا تنعزلوا ولتحصلوا على الثواب. وإذا نويتم إقامة أكثر من 4 أيام أو تعلمون أن المهمة لا تنتهي قبل 4 أيام فإنه يجب عليكم في هذه الحالة إتمام الصلاة 4، ولا يجوز لكم الجمع، لأن الأصل في الإقامة إتمام الصلاة وأنتم مقيمون.